النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن سفر الجامعه. معلش انا هعيد مقدمه بعيدها كل مره ناخد عهد قديم لغايه ما نحفظ موضوع مهم تقسيمه مهم. طبعا الكتاب المقدس عهدين، والعهد القديم 46 مش 39 لان في اسفار مش مكتوبه في ايدينا. 46 سفر او كتاب و27 كتاب في العهد الجديد. ماشي. العهد القديم والجديد بيتقسموا الحقيقة تقسيمة مهم. اولا اول جزء اسمه التوراة اللي هي اسفار موسى الخمس، اللي هي تكوين خروج لاويين عدد تسنيم. يقابلها في العهد الجديد الاناجيل متى مرقس لوقا يوحنا. دول يعتبروا اول جزء في الكتاب، ويعني ممكن تجاوزا نقول اهم جزء في الكتاب. التوراة ليها مكانة خاصة عند اليهود لغاية النهاردة، والاناجيل تلاحظوا حتى في القداس لما نقرأ الانجيل بالذات له كده طقوس خاصة غير القرايات التانية. لان التوراة بتحكي لنا ادم الاول، والاناجيل بتحكي لنا ادم الثاني. ماشي. التوراة بتقول لنا ربنا خلق الناس ازاي، والاناجيل بتحكي لنا اعاد خلقتهم الثاني ازاي. التوراة بتقول لنا ربنا ابتدى الحياة ازاي مع الانسان، والاناجيل بتقول لنا اعاد الحياة للانسان مرة تانية ازاي. فكأنه دول مع بعض يكونوا القصة ككل من الاول للاخر. ربنا خلق وبعدين جدد الخلقة ووعدنا بالملكوت، فعلى قد كده القصة متكاملة. طبعا كاتب دول بالذات هو موسى النبي، وفي اراء كتير بعد كده مش وضعها. تاني مجموعة كتب اسمها الاسفار التاريخية. الاسفار التاريخية مقصود بتحكي حياة الشعب، حياة الشعب اليهودي هنا وحياة الكنيسة هنا. بالنسبة لحياة الكنيسة بقت المأمورية سهلة، هو سفر واحد اسمه اعمال الرسل، وده السفر الوحيد اللي ملوش نهاية، عشان كده نقول لم تزل كلمة الرب. عشان كده تلاحظوا ان سفر الاعمال يجي وراه على طول في القداس السنكسار، اللي هو حياة الكنيسة بعد كده. فيبقى الحياة الكنيسة مش هتخلص ابدا. ماشي. كنيسة العهد القديم بقى ممثلة في قصص كتيرة، يشوع، قضاء، رعوس، صموئيل الاول والتاني، ملوك اول وتاني، اخبار ايام اول وتاني، حاجة اسمها مكابيين اول وتاني، عزرة، نحامية، طوبيا، يهوديت، استير. كل دول ممكن نعتبرهم اسفار تاريخية لانها بتحكي قصص شعب الله والمشاكل اللي بتقابله وتدخل الله في حياته. طبعا واحد يقول انا مالي في تاريخ اليهود. لا، خلي بالكوا التاريخ هنا بيحكي قصة ربنا مع الشعب، فانا يهمني ربنا ما يهمنيش الشعب اليهود. يهمني اتعرف على ربنا لاني بتعلم بيعمل ايه هنا وهنا 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 وهنا. هو امس واليوم والى الابد. فالكتاب ده بيحكي عن ربنا، فانا بتعرف على ربنا في كل الاسفار قديم وجديد، هو ربنا واحد. النوع الثالث من الاسفار اسمه الاسفار الحكمية او الشعرية. شعرية يعني مكتوبة شعر، وحكمية يعني فيها حكم. طبعا غرضها حكمة الحياة مع الله، يعني ازاي نعيش مع ربنا. كلها وعظات بتكلمنا عن ازاي نعيش مع ربنا، ومثلة في العهد الجديد بالرسائل. الرسائل نوعين، رسائل كتبها بولس 14 رسالة، وغير البولس بنسميها الكاثوليكون يعني الجامعة، ودول سبعة. في الأسفار الحكمية في العهد القديم زي ايه بقى اقوله؟ ها؟ أيوب، مزامير، أمثال، جامعة بتاعتنا النهاردة عشان نعرف مكانها، احنا كل ده عشان نعرف مكانها، نشيد الأنشاد، في حاجة اسمها حكمة وحكمة سليمان، يشوع بن سيراخ، كل دي اسمها أسفار. كل ده المفروض مكتوب نوع من الأدب أو الشعر، وكله بيتكلم عن حكمة الحياة مع الله، يعني بيعلمنا ازاي نعيش مع ربنا. وفي العهد الجديد يقابلها الرسائل. فهمتوا حاجة ولا صعبة؟ يبقى دلوقتي تاني، أول قسم التوراة والأناجيل، تاني قسم الأسفار التاريخية قديم وجديد، ثالث قسم الأسفار الحكمية أو الشعرية قديم وجديد في الرسائل هنا والأسفار التانية هنا. آخر مجموعة من الكتب في الكتاب المقدس اللي اسمها إيه بقى؟
النبوات او التنبؤات او الاسفار النبوية. الوحيد في العهد الجديد هو سفر رؤيا يوحنا، ماشي، لانه بيتنبأ عن المستقبل. يقابله في العهد القديم مجموعة ضخمة من الاسفار، اشعياء، ارميا، حزقيال، دانيال، دول الكبار بحكم ان نبواتهم كبيرة، صححات كتيرة، وغيرهم بقى كتير قوي، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق. بالنسبة للعهد القديم يهمنا نعرف احنا فين في العهد القديم، يعني فين تاريخيا، فين زمنيا، يعني التقسيمة دي بتسهل. يبقى احنا عرفنا لما ندخل عن سفر الجامعة، سفر الجامعة ده أسفار بيتكلم عن الحكمة، ماشي، من الأسفار الشعرية أو الحكمية. تاريخ شعب ربنا يبدأ بآدم، وبعدين شخصيات المهمة، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، وبعدين وصلنا لل 12 لو ما صدقت. عند هنا بدأ إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل، فمن هنا وطالع كده أو نازل، يعني دي ده شعب الله أو دي كنيسة العهد القديم. يبقى دي أول مرحلة في التاريخ، آدم، نوح، إبراهيم. إبراهيم هو الاختيار، هنا الاختيار بدأ، وهنا الشعب ظهر ممثل في حفيده يعقوب، أوكي، لأن في شخصيات تانية اترفضت هنا. وبعدين يظهر موسى، وبعدين يشوع، وبعدين تيجي مرحلة اسمها القضاء. القضاء زي شمشون وزي يفتاح وزي كده، احنا كده عمالين ننزل في الزمن. يعني يقولوا موسى مثلا 1500 قبل الميلاد مثلا عشان نبقى فاهمين، وكل ما ده بنقرب على الميلاد بتاع المسيح، انتم فاهمين القصة دي. يشوع قضاء، ندخل على اخر القضاء اسمه صامويل، وعند صامويل يبتدي مرحلة جديدة. ليه؟ لان الشعب هيطلب ملك، فهتتحول من كونها شعب سموه ثيوقراطي، يعني يحكم الله، الى مملكة. كانتش مملكة في الاول، واخدين بالكم، كان شعب ربنا هو ملكه، وسيب له وكلة، القضاء دول زي الوكلة عن ربنا. لكن اتنقل بعد كده عند صامويل، الناس طلبت ملك فاصبحت مملكة، بدأت بشاول، داود، وسليمان. بعد سليمان حصل حاجة اسمها انقسام المملكة. هنا في اورشليم، ماشي، ودي العاصمة اللي بدأها عند داود، بدأت مملكة هنا. فاتقسمت مملكة اسرائيل الى مملكتين، الشمال والجنوب. فاصبح بعد سليمان، هتسمعوا دايما في ملك للشمال وملك للجنوب، يبقى في ملكين دايما في كل وقت. الملكين دول ليه؟ واحد على اورشليم تحت في الجنوب اسمها مملكة يهوذا او مملكة الجنوب، واحد على السامرة فوق او مملكة الشمال او مملكة اسرائيل. فبعد سليمان لما يتقال اسرائيل بس يتفهم الشمال، وبعد سليمان لما يتقال يهوذا بس يتفهم الجنوب. فاهمين ازاي؟ تاني دي، لغاية سليمان كل فلسطين دي خاضعة للمملكة اليهودية كلها على بعض. سليمان جاب عيل، جاب ولد مش قد كده يعني، فالشعب انقسم عنه، رفضه، فكل اللي قعد له يهوذا وبنيامين، فخد الحتة الجنوبية بس، وتسمت مملكة الجنوب أو مملكة يهوذا. بينما العشر أسباط خدوا المنطقة الشمالية كلها باسمها مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل. فإسرائيل ما بقاش كل الأسباط زي الأول، بقى العشرة المنقسمين بس. واضحة؟ كل الملوك اللي بعد سليمان تقريبا وحشين، ما عدا جه على يهوذا كم ملك كويسين كده، كل كم ملك يطلع لنا ملك كويس، لكن كل اللي جم على اسرائيل وحشين ومنحرفين ومنحلين. اوكي، عشان كده هيحصل بسبب الانقسام. يبقى احنا دخلنا في مرحله الانقسام، والانقسام دول ملوك كتار قوي، ملكين في كل وقت في كل وقت. هيحصل حاجه اسمها السبي. السبي يعني ايه؟ ربنا فضل يهددهم، ارجعوا لاحسن، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، مفيش فايده، فسمح للممالك اللي حواليهم تيجي تذلهم بقى. فخدوا مملكة الشمال الأول وسابوها، وبعدها بفترة خدوا مملكة الجنوب كمان وسابوها. ولما الشعب اتذل في السبي، سبي أشور وسبي بابل، ابتدوا يصرخوا لربنا، يا رب ارحمنا، نرجع لك بقى كفاية كده، فابتدى ايه؟ يرجعهم تاني. فحصل مرحلة اسمها السبي،
والرجوع من السبي. الكلام اللي انا بقوله ده خد له زياده عن 200 سنه ماشي. ابتدوا يرجعوا من السبي تاني يبنوا اورشليم، يعني هم اتبددوا عند العراق ونزلوا شويه عند الفرس وعند سوريا وتحت ناحيه مصر، اتشتتوا في كذا حته في الاول، وبعدين رجعوا تاني يتلموا في مرحله ما بعد السبي. المرحله دي كلها اللي هي من بعد سليمان هي اللي فيها كل الانبياء دول تقريبا. ليه؟ الانبياء يعني اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل، دول امتى؟ دول بعد سليمان. لما حد يسال على اي نبي في السكه كده يبقى بعد سليمان. ليه؟ الانبياء دول شغلتهم يقولوا للناس ارجعوا لربنا. يا اما قبل السبي فقالوا لهم ارجعوا لحسن هيحصل سبي، يا اما وقت السبي ارجعوا عشان ربنا يرجعكم، يا اما بعد السبي ارجعوا المسيح الربيك. تاني معلش الخطه دي لو فهمتوها هترتاحوا في الكتاب المقدس، هتلاقوها سهله مش صعبه. بنقول العهد القديم ممكن نعرضه تاريخ عن طريق الشخصيات، الارقام صعبه، لو حطيت لكم الارقام محدش هيقدر يحفظها، وانا نفسي مش حافظها، عارفها رفلي كده. لكن الشخصيات اسهل، الشخصيات الاساسيه ادم، نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب. بعد يعقوب عدت فتره طويله لغايه ما اتذلوا في مصر حوالي 350 سنه لغايه ما جه موسى. موسى بقى قاد الشعب وخرج بيه من مصر، يشوع سكنه في كنعان. بعد يشوع لف عليهم قضاء يحكموا بالنيابه عن ربنا. اخرهم صمويل طلبوا منه ملك، بدات مملكه. شاول، داوود، سليمان، بعد سليمان انقسمت المملكه. بقى في مملكه فوق مملكه تحت، ملك فوق ملك تحت، كل اللي فوق وحشين. اللي تحت كل وكان واحد كل شويه يجي واحد كويس. ظهروا الانبياء عشان يقولوا للشعب ارجعوا لربنا لحسن. هيحصل سبي، ما سمعوش الكلام حصل سبي. ظهروا انبياء تاني زي دانيال وحزقيال وقت السبي يقولوا للشعب ارجعوا لربنا عشان يرجعكم، عشان يرضى عليكم تاني ويخلصكم. رجعوا من السبي قربنا نوصل للمسيح، فاضل 500 سنه خلاص الايام عماله تقرب ويجي المسيح له المجد، فبقى كل النبوات بتركز على ايه؟ امسكوا في ربنا عشان المسيح قرب يجي. واضحه الفكره؟ كل المرحله دي في كلام واضح عن المسيح. يعني كل النبوات بيركزوا على ايه؟ توبوا المسيح جاي، توبوا المسيح جاي. في السكه يقولوا توبوا لاحسن السبي، توبوا عشان ترجعوا، لكن الاهم توبوا المسيح جاي. اوكي؟ يبقى دي خطه العهد القديم. ندخل في سفر الجامعه. سفر الجامعه سفر فريد من نوعه. اللي كتبه سليمان الحكيم، وده متوقع لانه احكم واحد وقال انه ما حصلش، ما جاش زيه قبل كده ولا جه بعده في الحكم. وطبعا تعرفوا انه هو طلب الحكم. انتوا عارفين، انكم فاكرين قصه سليمان، انه لما بقى ملك وهو ملك شاب ربنا قال له اطلب عشان خاطر ابوك، اطلب اللي انت عاوزه. فقال انا عاوز حكمه لان الشعب كبير عليا. قال له انت طلبت احلى طلب، بقيه الطلبات اللي ما طلبتهاش هديها لك. ودي نفس المعنى اللي قاله يسوع في العهد الجديد، اطلبوا اولا والباقي يزاد لك. فقال له هدي لك نفوس اعدائك، هدي لك غنى ما خدوش حد زيك، والحكمه اللي انت طلبتها هتاخدها. فسليمان كان حكيم بطلب وبرضا من ربنا. كلمه جامعه هنا يقصد بيها انا الجامعه، يعني سليمان هو الجامعه، واخدين بالكم؟ والجامعة هنا بتفسر أكتر من تفسير. الجامعة البعض يقول من جمع كل الحكمة، أو من جمع كل الأمثال. والبعض بيفهمها على إنها بتتفهم على إنه أنا خاطبت كل الجموع أو كل الجماعات عشان أعلمهم الحكمة. عشان كده مثلا نسمي الكنيسة الكنيسة الجامعة. يعني فيها الفقير وفيها الغني وفيها البعيد وفيها القريب وفيها الصغير وفيها الكبير، فاهمين ازاي؟ فهنا الجامعه يخاطب الجامعه، هو جمع الحكمه كلها بنعمه من ربنا، او مش كلها، ما نقدرش نقول كلها غير في المسيح. وبيخاطب الجموع كلها او الكنيسه الجامعه، لان وقتها هو سليمان اعظم ملك، ووقتها بقى المملكه اليهوديه اكبر مملكه واقوى مملكه. عشان كده النهارده كل المنطقه الاخيره في التاريخ اليهود ما يحبوهاش، يعملوا علامتهم نجم داوود، عشان وقت داوود وسليمان كانت المملكه اليهوديه تعتبر اقوى مملكه في العالم. بعدها لغايه النهارده اضعف من كده. فسليمان هو نفسه الجامعه، وهو اللي كتب سفر الامثال وسفر الجامعه وسفر نشيد الانشاد، وفي سفر ثاني اعتقد اسمه حكمه سليمان.
سليمان عدى على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في شبابه كان متواضع وكان يعني متمثل بداود ابن داود، فحاط داود مثله الأعلى، فمشغول بربنا جدا وخد الحكمة، فيعتقد في المرحلة دي كتب سفر الايه الأمثال. لما كبر شوية غوط قوي في العلاقة مع ربنا، بقى دخل وهو طبعا مخه مليان حكم ومليان عمق، فتبحر جوه ربنا جدا، بقى مشغول بربنا زيادة، حابب ربنا زيادة، فكتب أكبر سفر رومانسي، سفر النشيد، عشان يعبر عن علاقة الله والإنسان في عريس وعروسته. عشان كده السفر ده يعتبر صعب جدا على الشخص غير الروحي، ما يفهموش، لكن بالنسبة للشخص الروحي تلاقوه محبوب جدا، لأن أي واحد يحب ربنا يعرف يفهم الغزل اللي في السفر ده، لأنه ده غزل نقي جدا ورفيع جدا كعلاقة حب أعلى ما تكون بين الإنسان وربنا. فده كتبها لما كان في قمته الروحية. للأسف بقى الشيطان ما استحملش اتفرج عليه بالمنظر ده، فجربه بالنساء وثنيات، ويبدو كانت خطة من ربنا برضه عشان يعمل لنا حاجة تاني. ففي الفترة دي الستات الوثنيات ارتبط بيهم، فأزغنا قلبه عن عبادة الله، ابتدى ايه يسحبوه من ربنا، ينسوه ربنا بالرغم انه وصل لقمته قبله، فابتدى يبخر للأوثان. دي كانت مرحلة وحشة جدا، لكن تمت في النبوة اللي ربنا قالها لداود، قال له ابنك لو زاغ هأدبه بس مش ههلكه، هرجعه عشان خاطرك. فيعتقد انه في شيخوخته قال ايه بقى، تاب ورجع وقال باطل الاباطيل، ها اللي هي انهي بقى سفر ايه. يبقى سفر الجامعة جماله انه كتبه سليمان الحكيم العجوز، واخدين بالكم، مش سليمان الحكيم الشاب ولا سليمان الحكيم الرجل، سليمان الحكيم العجوز. كمان كتبه كسفر توبة، لانه بعد ما عدى على مرحلة غربة عن ربنا وبعد، كتب السفر ده بعد ما شاف الدنيا كلها بشهواتها بوحشها. كان قبل كده ما بيشوفش الوحش، كان كويس، لكن لما الشيطان جربه شاف الدنيا بكل شهواته، وقال كده في سفر الجامعة، وقال في الاخر محدش ضيع وقته في الكلام ده. فالسفر ده جماله في حتتين، انه حكمة الشيخ المجرب واللي واخد حكمه من ربنا. اذا سليمان يجمع كلمتين كبار قوي، حكمه الايام والتجارب، ودي ممكن اي شيخ عجوز يقولها نسبيا، بس مش هيجي جنب سليمان، لان سليمان فرصه ما كانتش زي حد، فرصه يدوق كل الظروف وكل الازمنه وكل الغنى، محدش خد الفرصه دي زيه. والاهم منها حكمه الروح، وهي دي الحتة اللي بتلخبط في فهم سفر الجامعة، ان سفر الجامعة في بعض الكلمات الواحد يقول ايه ده، هو ماله بيتكلم عن الدنيا زي اي راجل عجوز بيتكلم عن الدنيا. ايوه، ما هو كده، هو راجل عجوز شاف الدنيا كلها وبيقول باطل وخلاص، وفي وقت تاني يتكلم بحكمة روحية عن العلاقة بالله. فالسفر يجمع بين نوعي الحكمة، الحكمة الروحية الاهم اللي واخدها من زمان من شبابه بس اتطفت بسبب خطيته، وحكمة الأيام والخبرات والتجارب لما أقولها إيه تنصرت بالتوبة ويجع التاني تقول كلام مفيد. هنميز بينهم إحنا بنقرأ، لأنه هتشوفوا يعني في حتت كده صعبة شوية في الجامعة بتلخبط. تاني، يبقى سفر الجامعة سفر توبة، عشان كده كل واحد فيكم لازم يقرأه ويقرأه كتير، لأن إحنا عاوزين نعيش حياة توبة. فكل ما تبعد عن ربنا من الاسفار اللي تشدك تاني سفر الجامعة. اسفار جميلة جدا، في ناس بتخاف منه، في ناس بتقول دي الاكتئاب، هنعرف دلوقتي يوصل الاكتئاب ولا لا. لكن سفر الجامعة سفر جميل قوي، لانه سفر التائبين. نمرة اتنين، بتتعلم منه حكمة كبيرة قوي من الحكيم العجوز اللي ما جاش زيه في التاريخ ابدا، سليمان الحكيم. يبقى سفر يعلمك حكمة ويعلمك توبة، وبالتالي يبقى سفر مهم قوي ان احنا ندرسه، ويمكن البعض يحفظه،
واعرف ناس بتقراه مع سفر الامثال بشكل دوري زي المزامير كده، يعني ايه يعني ما بيسيبوش السفر ده. وفي ناس كتيرة مع كل تجربة يبقى سلاحها الاساسي وتعزيتها الاساسية هي سفر الجامعة. تيجي بقى السؤال التقليدي، ليه السفر ده عند البعض بيعمل اكتئاب؟ في واحد يقول لا انا يقول لما اقرا سفر الجامعه الدنيا تضلم. نقول له يبقى انت يبقى في مشكله، بس ما حدش يزعل من اللي هقوله. سفر الجامعه مفرح جدا للي عينه على الملكوت، وكئيب جدا، ها فهمت؟ للي عينه على الدنيا. ادي السر، ان السفر ده اللي يقراه عينه على الدنيا وقلبه في الدنيا يكتئب. ليه؟ السفر ده بيقول له كل حرف فيه باطل باطل باطل، ما تستاهلش ما تستاهلش. لكن اللي عينه على السماء وحابب ربنا، السفر ده مفرح جدا لانه بيأكد له انت ماشي صح، ومفرح جدا الحياة مع الله. واضحة الفكرة؟ فلما الواحد فينا يقرأ سفر الجامعة ويلاقي قلبه اتقبض، يعرف ان هو لسه ايه متعلق بالدنيا. لما يقرأه ويحس انه فرحان، يعرف ان قلبه ابتدى يمشي في الملكوت. فهمتوها؟ فالسفر كئيب للي بيتعلقوا بالدنيا، فاهمين ازاي؟ لانه بيرخص الدنيا قوي، لكن مفرح جدا للي بيتعلقوا بالسماء، لان هما دي بتريحهم ان فعلا الدنيا ما تستاهلش والسماء هي اللي تستاهل. هذه السر، ان الجامعة ممكن يفرح واحد وممكن يحزن واحد، وكأنه ممكن يعمل لنا اختبار انت تبع ايه، كأنه ممكن يوزن القلب عشان الواحد يعرف هو بيعرف يفرح بربنا ولا لسه مستني يفرح بالدنيا. دي المقدمة بتاعت سفر الجامعة. سفر الجامعة عبارة عن سؤال في آية وجواب في آخر آية والوصول إلى الجواب في 12 إصحاح. واخدين بالكم؟ ده فلسفة بقى، ده هو سليمان الحكيم. هو يبدأ بسؤال وينتهي في آخر إصحاح بإجابة، ويفضل 12 إصحاح يدور على الإجابة دي. هقول لكم السؤال والجواب عشان ما تحتاروش. السؤال هتلاقوه في إصحاح 1 عدد 3 يقول إيه؟ ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعب تحت الشمس؟ هو عمال يلاقي كل الناس بتجري وكل الناس بتتعب وكل الناس بتهري وكل الناس بتقلق، فبيقول ليه؟ سؤال ليه؟ يبقى السؤال اللي شغله لماذا؟ لماذا؟ ده سؤال فظيع في الفلسفة. ليه بيحصل تجارب؟ ليه الناس بتتعب؟ ليه الناس بتهري؟ ليه الناس بتقلق؟ ليه الناس بتفرك؟ ليه ربنا بيسمح باللي بيحصل ده؟ ليه؟ سؤال لماذا ده؟ هو الفلسفة كلها. والجواب في إصحاح 12 آخر آية تقريبا، آية 12 و13 و14، يقول اسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه. ليه؟ لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أم شرا. يعني ربنا كل حاجة بتعملها بتترصد لغاية آخر لحظة، فربنا يحضر إلى الدينونة كل عمل عملته خير أو شر. فخلاصة الكلمة اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. يعني عارف الإنسان المفروض يبقى إيه؟ يبقى الكلمتين دول بس، تقوى وحفظ وصية. ده اللي يعدي على خير، وده اللي يعدي ال 12 إصحاح. طبعا ال 12 إصحاح بقى هيوصل للإجابة دي إزاي؟ هيوصل إن أهم ما في الحياة هو الوصية دي، اتق الله واحفظ وصاياه. عشان يوصل لها هيعبر بقى على فلسفات وعلى أزمنة وعلى التجارب وعلى الحكمة البشرية وعلى الغنى اللي في الأرض وعلى الشهوات، كل ده هيناقشه عشان يقول في الآخر ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أو شر. واضحة الفكرة؟ يبقى احنا كده ادينا مقدمة. سفر الجامعة بيناقش سؤال ما الفائدة للإنسان من كل التعب الذي يتعبه تحت الشمس، والإجابة في الآخر خالص اتق الله واحفظ وصاياه، كأنه بيقول له ما تسألش خليك في المفيد، لأنه في الآخر حتى السؤال ده مش هيبقى له حل. يعني حتى سؤال ما الفائدة
هتلاقوا بعد ما ندرس سفر الجامعة لو ربنا ادانا العمر هيفضل لسه لغز برضه. بمعنى ايه؟ هنعرف حاجات كتير، ان ربنا بيسمح بتجارب عشان الناس تقرب، وان الانسان بيتلهي في الدنيا عشان يفرح شوية، لكن الفرح ده ممكن يسرقه من ربنا، وهنفهم شوية حاجات كتير قوي. لكن برضه في الاخر مش ممكن حد يقول انا عرفت بالظبط الاجابة عن سؤال ليه، لانه ما ابعدها احكامك عن الفحص، ولا الحكيم العجوز يجيبها، فاهمين ازاي؟ ولا سليمان الحكيم العجوز يعرف احكام الله، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. فهو اجتهد وقال لنا بدل ما تنشغلوا بسؤال ايه الفايدة، تعالوا ننشغل بايه؟ اتقى الله واحفظ وصاياه، لان هو ده البني ادم. واضحة الخلاصة؟ ندخل في سفر الجامعة، نبتدي نقرأ اول اصحاح. كلام الجامعة ابن داود، يبقى مش احنا اللي فسرنا وقلنا الجامعة هو نفس سليمان، ده هو اللي بيقوله. كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم. هو خلي بالكم كان يفتخر انه ابن داود، لان داود ده هو الملك المحبوب عند ربنا، اغلى قلب عند ربنا. فسليمان لما كان يتوب ويتكلم حلو يقول انا ابن داود، لما يبعد عن ربنا يقول انا سليمان، فاهمين ازاي؟ زي ايه؟ زي اي واحد فيكم راس ماله وفخره انه ابن الله، لما ينسى ربنا يقول انا فلان، سوري يعني فلان فلان ايه ملهاش لازم، لكن لما يبقى عارف قيمته صحيح يقول انا ابن ربنا، اهم حاجة، مش مهم اسمي ايه، انا نكرة، لكن قوتي وراس مالي وجمالي وفخري ان انا ابن الله. فهنا سليمان بيقول انا مش سليمان، انا الجامعة ابن داود في اورشليم. باطل الاباطيل قال الجامعة، يعني ما تسألش، لان الجامعة بيقول باطل الاباطيل. فلو واحد لقى قيمة الجامعة بيفهم اكتر، فاهمين؟ هنا الجامعة يعني افتكر ان انا جمعت كل حاجة، لو لقيت حاجة ليها قيمة هطلعها لك باطلة، لان الباطل الاباطيل قال الجامعة. باطل الاباطيل الكل باطل، كلمة باطل هتيجي 37 مرة في سفر الجامعة، يعني شوفوا 12 اصحاح 37 مرة هيقول باطل، واخدين بالكم؟ وتحت الشمس اظن هتيجي 7 مرات، وهنفهم كده ان في لغة معينة، في الحاح معين على الكلمة دي انه باطل. طبعا باطل دي بتترجم الى كلمات كتيرة، لكن انتوا فاهمين مش لازم نترجمها. لكن مثلا في احد الترجمات يقول لك meaningless، يعني لا معنى له، لا قيمة له، او worthless، او حاجات كتيرة. يعني كلمة باطل دي اصلها كلمة كبيرة قوي، يعني ملوش لازم، ملوش قيمة، ما يستاهلش، قولوها زي ما تقولوا. ما الفائدة؟ اهو السؤال اهو يا جماعة، هو حط لنا الحل في الاول خالص وبعدين دخل في السؤال، وهيمشي في السؤال لغاية اخر اصحاح. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ده السؤال، وده سؤال طبيعي كل واحد لازم يسأل. ما احنا بنجري ونهري ونتعب، طب ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ لان الدنيا مليانة الغاز، في واحد ما بيتعبش بيوصل لاكتر من اللي انت عملت، وفي واحد يتعب اضعافك وما ياخدش حاجة خالص من اللي انت خدته، طب ايه الفايدة بقى؟ فاهمين الفكرة؟ طب وانت بتتعب وفي الاخر تبقى شوية تراب، تسيب كل التعب ده. اذا سؤال في محله، ما الفايدة للانسان من كل التعب الذي يتعبه تحت الشمس؟ خلي بالكم كلمة تحت الشمس الاباء ما بيعدوهاش كده، اصل الانسان الارضي تحت الشمس، اما الروحاني فوق الشمس. ما احنا عينينا على الملكوت، الملكوت ده فوق الشمس ولا تحت الشمس؟ فوق الشمس. فكل ما يقول تحت الشمس بيبقى بيكلم ناس ارضيين، خلي بالكم بيكلم ناس عينيهم في الدنيا، فالكلام هنا للناس اللي عينيها في الدنيا، هيكتشفوا انه باطل الاباطيل الكل باطل. لكن الشخص الروحاني ايه الفايدة اللي بيتعبها؟ لا ده بيحضر للملكوت اللي فوق الشمس. هنا الاجابة سهلة واضحة، فالانسان اللي فوق الشمس او مخه وقلبه فوق الشمس يعني في الملكوت، عارف كويس بيتعب ليه، عنده إجابة واضحة عن السؤال ده من الأول. لكن الإنسان اللي تحت الشمس عمره ما هيلاقي إجابة. واضح اللي عاوز أوصله؟ الإنسان الأرضي يفضل طول عمره دايخ في السؤال ده، الناس بتتعب ليه وأنا بتعب ليه، واللي جاب زي اللي ما جابش، وباطل الأباطيل كله باطل. لكن الإنسان اللي فوق الشمس لما نسأله إيه الفايدة من تعبك يقول لك الملكوت،
كل تعب بتعبه باخد عنه أجر، لأن بولس قال لنا كده، قال كل إنسان يأخذ أجرته حسب تعبه. فالسؤال ده له إجابة عند الروحاني، إيه الفايدة من تعبك؟ لا أنا عارف كويس، بتسهر ليه؟ عشان أروح السماء. بتصوم ليه؟ بتجاهد ليه؟ بتعمل خير ليه؟ بتخدم ليه؟ الفايدة من كل تعبك؟ الملكوت. لكن الإنسان العادي إيه الفايدة من كل تعبك؟ يقف ساكت، تقوم تقول له باطل الأباطيل الكل باطل. دور يمضي ودور يجي، هيبتدي بقى يفهم لنا ليه الكل باطل. الكل باطل دي عشان هيشرحها في أربع إصحاحات، خلي بالكم. يعني كل باطل دي هيتفنن في شرحها كفيلسوف. فأول مبدأ يقول إن الكل باطل، دور يمضي ودور يجي، والأرض قائمة إلى الأبد. الشمس تشرق والشمس تغرب، وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال. تذهب دائرة دورانها، وإلى مداراتها ترجع الريح. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. إلى المكان الذي جرت منه الأنهار، إلى هناك تذهب راجعة. يعني إيه؟ نفهم الحتة دي. يقول دور يجي ودور يجي، والأرض قاعدة. يعني أدي جي له بعد 100 سنة، حد فيكم هيبقى في القاعة هنا؟ ربنا يسهل القاعة تبقى موجودة، في جيل تاني هيكون موجود. ما حدش هيفتكرنا. كل واحد كلنا هنمشي. ويبقى في جيل تاني من 100 سنة كان في جيل تاني غيرنا، وكانوا بيدخلوا الكنيسة ويصلوا. هي دي نظام الدنيا، دور يأتي ودور يمضي والأرض قائمة. يعني ايه؟ يعني الأرض بتستقبل وتودع وتستقبل وتودع، وكل اللي احنا بنمسك فيه ده ونتعلق فيه ده هيطلع من ايدينا، ويمسكوا اللي بعدنا ويتلهي فيه ويتعلق فيه وبعدين يسيبه وهكذا. فاهمين هو عاوز يقول ايه؟ ما تستاهلش الأرض دي، احنا فاكرينها قائمة الى الابد. خلي بالكم هنا مش بيقول الارض قائمة الى الابد كحقيقة، لا هو بيتكلم بلغة الارضيين. فاهمين احنا بنقول تحت الشمس؟ تحت الشمس الناس شايفة ايه؟ الارض دي دايمة والانسان مش دايم. الارض دي قاعدة والاجيال عمالة تعدي عليه، فتبقى باطل ولا لا؟ باطل طبعا. بقى الشجرة دي تعيش وانا معيش؟ بقى التراب اللي انا واقف عليه يكمل وانا ما كملش؟ ادي الدنيا. فيبقى مجرد التأمل في الاجيال يخلي الواحد يراها باطلة. فاهمين ازاي؟ مجرد انك تبص كده وتقول انا موجود واللي قبلي مات واللي بقى وانا بكره همشي ويجي غيري، ده لوحده يخلي الدنيا تصغر. باطل. تلاحظوا ان احنا في كل قداس بنقول المعنى ده امتى؟ بنقولها بهتاف شعبي، كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل. يعني ايه؟ تاخد معاني كتير. طبعا احنا هنا بنقولها حماس، يعني اجيالنا اللي سبقت للملكوت احنا هنحصلها على الملكوت. ده الوش الحلو للموضوع، والوش التوبة بتاعه، اللي قبلنا راحوا واللي احنا هنروح واللي بعدنا هيروحوا، وما تستاهلش. فاهمنا؟ يعني ليها وجه مضيء من ناحية ايه؟ زي ما رب كنت مع الناس اللي قبلنا ودخلتهم الملكوت، سمعت صلواتهم، اسمع صلواتنا ودينا نصيب معه. فكما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. والوش التوبة بتاعه اللي قبلونا ما خدوش حاجة معاهم، وده اللغة العادية. الشمس تشرق والشمس تغرب، وتسرع الى موضعها حيث تشرق. يعني ايه؟ شوف تأملات الفلاسفة والادباء بقى. الشمس تطلع، بتعديش كم ساعة تلاقيها تغرب، وكأنها بتجري عشان تشرق تاني. فاهمين؟ وادي عمالة تضحك على الناس، ويوم يعدي ويوم يعدي ويوم يعدي، والعمر بيتسرق ومحدش واخد باله أنه باطل الأباطيل الكل باطل. الشمس تشرق وحالا تغرب ثم تسرع لتشرق من جديد. فاهمين؟ يعني دورة الشمس بتفهمنا وبتفكرنا إن الأيام بتجري، وإن العمر بيتسرق، وإن اللي ماسك في الدنيا مغفل، باطل الأباطيل الكل باطل. الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، يعني الريح جاية من ناحية معينة، هي نفسها اللي هتلف وهتيجي تاني. واخدين بالكم؟ تاني معنى كمان، تذهب دائرة دورانها وإلى مداراتها ترجع الريح. يعني الحكاية بتلف بتلف، هي هترجع تاني، والظروف هتتعاد تاني. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن.
دي طبعا فيها اشارات رمزية، بتلاقي بحر كبير قوي، الانهار تجري وتصب في البحر، بس البحر عمره ما اتملى، عمره ما شبع. فاهمين المعنى؟ مفيش شبع في الدنيا، لو لميت انهار الدنيا كلها ودخلت عليك قلبك ده بحر، مش هيشبع. البحر ليس بملآن، ويقعد الاف السنين ولسه ما بيتمليش، وكل نهر يصب فيه والبحر ليس بملآن، اشارة الى عدم الشبع كمان. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. عارفين هذه معناها ايه؟ بتوع بقى العلم. ايوه بالظبط كده. اللي يحصل ايه تاني؟ احنا شايفين النهر هيخلص بقى، عمال يحط ميته في البحر هيخلص. لا مفيش حاجه بتخلص، دي دايره. هيحصل ايه؟ البحر هيتبخر، هيبقى سحاب، السحاب هيمشي شويه هيخبط في سحابه تاني، هيمطر، هيعمل نهر، النهر يصب في البحر. واخدين بالكم؟ والدنيا عماله تدور وتضحك على البني ادم. فاهمين المعنى؟ انت متخيل البحر هيتملي؟ البحر مش هيتملي، لان هي دايره وبتلف، واحنا عمالين نتفرج عليها اللي عارفين اولها من اخرها. كل الكلام يقصر او يقصر، يعني ايه؟ ما فيش حد عنده كل الكلام، ومهما قلت ما تقدرش تعرف كل حاجة، ومهما عرفت مش هتعرف تعبر عن كل اللي عرفته. فدائما الكلام مقصر. يعني ايه؟ يعني عمرك ما تقدر تقول حد بيقول كلام كامل. لا، كل الكلام مقصر، يعني العلم والمعرفة وكل الكلام يفضل ناقص، ما فيش حاجة كاملة في البني آدم. لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل مهما كبرت مهما عرفت. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الجامعة، اللي عرف كل حاجة واللي جمع كل حاجة هو نفسه بيقول يا جماعة افتكروا محدش يقدر يخبر بالكل إلا طبعا المسيح المزخر فيه كل كنوز الحكم. لكن سليمان بيتكلم بلغة بشرية، هتهري وهتفرك وهتلم في علم الدنيا، وهتيجي في آخر حياتك تقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يخبر بالكل. ده اللي قاله بولس في العهد الجديد، الحكيم بتاعنا بولس. قال ايه؟ قال الان اعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ في السماء ساعرف كما عرفت. انا النهاردة بعرف بعض، بعض كل ده وبعض يا بولس، خلت السماء الثالثة ولسه بعض، شفت المسيح عشرات المرات ولسه بعض، حافظ عهد قديم كله ولسه بعض، درست فلسفة ودرست منطق ودرست كلها، بعض المعرفة. ويشبهها بتشبيه أكثر من كده، يقول لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، كطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل، إننا الآن ننظر في مرآة في لغز. يعني إحنا زي العيال الصغيرة اللي ما تعرفش حاجة، تصوروا طفل كده سنتين يعرف إيه عن الدنيا؟ يفهم إيه في السياسة؟ يعرف إيه زي معرفتكم أنتم؟ ما فيش قياس ابدا. احنا اللي نعرفه عن ربنا معرفه طفل سنتين بالدنيا. فطبعا لا يستطيع احد ان يخبر بالكل. العين لا تجزع من النظر. احنا بنتكلم عن الانسان اللي تحت الشمس، فاهمين؟ عشان ما حدش يقول لي لا ده اللي بيحب ربنا عينه مليانه، ايوه اللي بيحب ربنا ده فوق الشمس. ما ينطبقش عليك كلام. فاهمين؟ لكن تحت الشمس، تامل في كل انسان تحت الشمس. عينه لا تشبع من النظر. لو لف الدنيا كلها وامتلك بلاد بيفضل جعان، مش كده؟ تحت الشمس. اللي فوق الشمس ده لو في قلاية ضلمة وبيصلي الدنيا كلها في جيبه وفرحان وشبعان، لأنه فوق الشمس. العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. تسمع قد ما تسمع وتفضل عاوز تاني، مفيش شبع أبدا. يبقى الباطل هنا لانه ما فيش شبع، باطل لان الدنيا بتدور والانسان هو اللي بيسيبها، تضحك عليه ويعدي ويجي اللي بعده تضحك عليه ويعدي وهكذا، وهي عماله تدور زي الساقيه. كمان ما فيش بني ادم بيشبع، لا بالكلام بيشبع، لا بالنظر بيشبع، لا بالسمع بيشبع، لانه باطل الكل باطل. ما كان هو ما يكون، والذي صنع هو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. يعني ايه؟ يعني كأن الحياة تسخر من الناس، الدنيا يعني مش الحياة. واحد علي 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 وقع، الجامعة يقول لك ايه؟ قديمة. قديمة يعني ايه؟ ما هو ده اللي بيحصل من جيل لجيل، تكبر 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 وتقع. واخدين بالكم؟ تاخد 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 وفي الآخر تلاقي نفسك مش شبعان.
ليس هناك جديد تحت الشمس. يعني ايه؟ كل بني ادم يجي في الدنيا يفتكر انه اول واحد، ويفتكر انه هيعمل اللي ما تعملش، وهيغير الكون، وهيصلح حاجات كتير قوي، وهيقدم للاجيال خبرات ما حصلتش قبل كده. وبعدين الجامعة يقول له ايه؟ يا غشيم، ليس تحت الشمس جديد، ما كان هو ما يكون، وما صنع يصنع. يعني حتى اللي يبدو جديد، الحقيقة الجديدة كان قديم. في سلوكيات الناس وفي الأحداث اللي بتعدي على التاريخ مفيش جديد، لكن برضو الإنسان بنخدع، وباطل الأباطيل الكل باطل. هو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. يعني إيه؟ لو حصل موقف معين وقلت ده ما حصلش قبل كده، لألف في التاريخ زمان قوي هتلاقي حصل زيه، هتلاقي حصل شبهه. فمفيش جديد، الأرض مفيهاش جديد، بس السماء كله جديد في جديد. فاهمين المعنى؟ برضو برجعكم تاني، هو بيخاطب الأرضيين عشان يكرههم في الدنيا، يقول لهم ما تستاهلش، عشان في الآخر يقول اتقى الله. فقال لهم انتوا فاكرين جديد، أصل ساعات يبقى الانترستنج بالنسبة للغني والمبسوط وبتاع ان ما في حاجة جديد. قال لهم مفيش جديد، اللي اتعمل هو اللي بيتعمل، ولو دورت في القديم هتلاقي اللي حصل قدامك ده حصل زمان. ليس ذكر للأولين، محدش بيفتكر بتوع زمان. والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. فاهمين المعنى؟ يعني حد فيكم يعرف حد من 1000 سنة؟ بس دول كانوا عايشين زينا ولابسين وبيتكلموا كل حاجة، وإحنا بعد 1000 سنة وحس عرفنا ولا يفكر فينا ولا هتيجي سيرتنا. أنا مش عاوز أقول كم سنة، أنا بقول 1000 سنة عشان محدش يزعل، لكن ده يمكن ما تعديش كم سنة ومحدش يفتكر حاجة. فسليمان بيقول قد كده الإنسان صغير، اللي تحت الشمس صغير قوي، وكل اللي حواليه باطل في باطل. أنا الجامعة تاني بيأكد لنا هنا، مش على سبيل الافتخار يا جماعة، على سبيل اسألوني أنا. يعني أنا شفت وعشت وفهمت وقريت وسمعت، أنا بقول باطل. فاهمين؟ هنا مش على سبيل الافتخار، على سبيل المرجعية. يعني صدقني، صدقني أنا الجامعة، يعني ما تضحكش على نفسك، ده أنا الجامعة بقول لك كده. كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، فوجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماء. يعني بيقول إيه؟ أنا انشغلت جدا، قلبي مشغول بالسؤال، إيه اللي بيحصل تحت السماء؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ ليه الناس بتعمل كده؟ وليه ربنا بيعمل كده؟ على فكرة في سؤال تاني ضمني هيبان مع السطور قدام، طب ربنا بيعمل كده ليه؟ ليه سايبها تدور 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 والناس تقع، وتدور والناس تقع، وتدور والناس تقع؟ كمان ربنا غرضه ايه؟ هيدخل في الكلام. فبيقول انا انشغلت بالموضوع ده، وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. خلي بالكم، هو مش بيخبط في ربنا، ده بيحب ربنا، ده تايب مش كده؟ لكن هو عاوز يقول ايه؟ يبدو للوهلة الاولى انه عناء رديء جعل الله لبني البشر ليعنوا فيه. واخدين بالكم؟ عارفين لما واحد كده للنظرة الاولى يقول ده ربنا فارض عن الناس الغلب، دي القراءة الاولى. البني ادم العادي اللي يمشي في الدنيا يقول ما هو مفروض علينا الغلب. وفي امثال كده على فكرة، وفي تعبيرات عند الناس شبه اللي انا بقوله ده. يعني هو نصيب البني ادم كده انه يغلب. هل ده الحقيقي النصيب؟ لا، بس ده قراءة تحت الشمس. فمين ازاي؟ يعني اللي من تحت الشمس بيقول له يا رب انت مختار لنا الغلب، انت عطتنا العناء، وهذا العناء رديء كمان. خلي بالكم مش دي الحقيقة، ده دي الحكمة بتاعت ايه؟ فاكرين كان في حكمتين، الحكمة البشرية العادية يقول ما هو ربنا فارض عن الناس الغلب، او ربنا سامح بالغلب، لكن مش دي الحقيقة الالهية. الحكمة الروحية تشوف غير كده، الحكمة الروحية تشوف الابدية جميلة قوي، وتشوف كل الغلب سكة الملكوت. اما الحكمة الارضية اللي مش شايفة فوق الشمس تقول ما هو ده نصيب الانسان من ربنا، انه يعني العناء الرديء ده اخر نظرهم. لكن اللي فوق الشمس لا، نصيب الانسان الملكوت عن طريق هذا العناء.
فيقول ايه هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا. يعنوا هنا بمعنى ايه؟ يتعب. رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. كلمة قبض الريح دي تضاف كمان. قبض الريح يعني إيه؟ يلا نعمل كده كلنا، حد مسك حاجة؟ هي كده، حدش مسك حاجة. قبض الريح يعني تعالى امسك الهوى، ما مش هتمسك حاجة. عشان كده أنا بحب خالص الآية اللي قالها بولس لتلميذه تيموثاوس لما قال له امسك بالحياة الأبدية. ما تلاقيش في الكتاب كله تعبير اسمه امسك في الارض او امسك في الحياه الارضيه لانها قبض الريح، اما الحياه الابديه مش قبض الريح، تمسك تمسك تلاقي حاجه تتمسك. امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. اتعلق في السماء مش في الارض، الارض بتغرقك لانها هواء. تصور معايا انك انت بتغرق ومسك شايف حاجه كده ممكن تمسك فيها، تيجي تمسك فيها تلاقي هواء تغرق خلاص. لكن الابديه تمسك تلاقي حاجه صلت، حاجة ماسكة نفسها وحاجة فعلا تشدك كده ما تغرقش أبدا. فهنا بيقول كل الدنيا دي عبارة عن باطل وقبض الريح. الأعوج لا يمكن أن يقوم تحت الشمس، خلي بالكم تاني بقول له تحت الشمس ده المفتاح، لأن واحد يقول الأعوج لا يمكن أن يقوم يبقى راحة التوبة وراحة النعمة وما فيش فايدة من حد. لا لا، تحت الشمس يعني من غير ربنا الأعوج لا يمكن أن يقوم. صح، قاعدة. من غير ربنا مفيش بني آدم بيتصلح، ملهاش حل، ولو اتصلح جزئيا هيرجع يخيب تاني. الأعوج لا يمكن أن يقوم تحت الشمس، لازم يطلع فوق الشمس عشان يتظبط. والنقص لا يمكن أن يجبر. الحاجة الناقصة مش ممكن تجبر، الحاجة المعوجة مش ممكن هتعدلها تحت الشمس. طبعا دي تدي إحساس بالإيه؟ باليأس. بالظبط كده، اهو ده الكآبة اللي بتجيب الواحد اللي ايه تحت الشمس. يبقى اللي تحت الشمس يقرأ الكلام ده ممكن ينتحر، لكن اللي فوق الشمس يقرأ الكلام ده يفرح جدا. ليه؟ يقول مفيش غيرك يا رب تجبر الناقص، مفيش غيرك يا رب تعدل المعوج، مفيش غيرك يا رب تجمل العناء والتعب عشان ندخل السماء. فاهمين؟ يبقى فوق الشمس كل اللي اتقال ده يتغير، لكن تحت الشمس اللي هو اللي قدام عينين كل البشر كلام ده حقيقة ما حدش يقدر يفاصل فيه. أما ناجيت قلبي، شوفوا الحكمة بتيجي من إيه كمان يا جماعة، ده حكيم. من شوية بيقول وجهت قلبي للسؤال، يبقى الأول القلب بيسأل وهو يقعد يفكر، وبعدين يرجع هو إيه يكلم قلبه. هي دي اللي بتعمل الحكمة، إن الواحد يقعد مع قلبه ويقعد يسأل نفسه ويدور على الإجابة ويناجي نفسه. كلنا بنقعد مع بعض بس ما حدش فينا بيقعد مع نفسه كتير، بينما الحكمة وليدة الحاجات دي. أنا ناجيت قلبي قائلا، ده راجل حكيم يقعد مع نفسه أكتر ما يقعد مع الناس عشان ياخد حكمة. اللي يقعد مع نفسه كتير ومع ربنا كتير يتعلم كتير، يقعد مع الناس اللي عنده يروح منه. ها أنا قد عظمت، هنا ابتدى يقول لنفسه، وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم. يعني أنا سبقت كل اللي قبل. وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة، يعني قياسا على اللي قبلي أنا تفوقت في الحكمة بالذات. هو بيقول لنفسه كده، وفي العظمة أنا أعظم. فعلا سليمان في العظمة، حتى داود أبوه ما خدش عزه، هو داود فرش له الأرض كلها بس سليمان خدها جاهزة. سليمان ما تعبش زي أبوه خالص، يعني داود اتمرر عشان ياخد المركز ده وفضل قلبه مع ربنا. سليمان خدها جاهزة ومفروشة، حتى هيكل سليمان كل اللي حضره له كان داود أبوه. اللي يقرأ القصة، لأن داود كان اللي قلبه بياكله على هيكل، على الهيكل، قال له لا ما تبنيش أنت، قام راح حضر له كل حاجة، ذهب وفضة ونحاس وخرسانة، جهز كل حاجة بس مش مسموح له يبني عشان بيحب ربنا جدا. فسليمان ما تعبش كتير. ووجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، يعني قعدت أفكر في موضوع الحكمة والجهل، وكأنه الإصحاحات اللي جاية هتناقش الحتة دي. وأغلب كلام سليمان اللي يدرسه إن كان سفر الأمثال أو الجامعة تلاقوا الكلمتين دول أشهر كلمتين، الحكيم والجهل، حكيم والجهل. وعلى فكرة مش مقصود بيهم الذكي والغبي، لا لا، مقصود بيهم الروحاني والجزداني.
السماوي والأرضي، مش مقصود بيها الحكمة لذاتها، لا مقصود بيها اللي مع ربنا واللي بعيد عن ربنا. فالجهل والحكمة هنا مش مقصود بيها معرفة معلومات أو آي كيو، لا لا موضوع مش كده، مقصود بيها اللي مع ربنا واللي بعيد عن ربنا. فبيقول أنا بدأت أتأمل في الحكمة يعني الواحد مع ربنا، وفي الجهل الواحد اللي عايش في الدنيا، ويقول لنا بقى طلع بإيه. فعرفتها أن هذا أيضا قبض الريح، ينهارك اتلخبطنا كده، لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. ألا يبقى الحكمة أنهي واحدة فيهم؟ بس كده. يعني البني آدم اللي ما يعرفش ربنا ويتعلم من الدنيا ويشوف في الدنيا ويقرأ أحداث الدنيا دماغه تبقى قد كده، بس يجي له كتاب فاهمين ازاي يزداد غما. ليه؟ يقول لك مفيش فايدة، الدنيا ليه هتولع هتولع، الناس هتفضل تاكل في بعضها، الشر ملوش آخر. إحساس وحش لمجرد ايه؟ الحكمة الأرضية بس. أيوة في حكمة أرضية طبعا، في ناس بتقرأ وفي ناس بتتثقف وناس معلوماتها بتزيد وفي ناس خبراتها في الحياة كبيرة قوي، لكن كل ده لو تحت الشمس يعمل ايه؟ يزداد غما ويزداد حزنا. عشان كده معلمنا يعقوب اللي كان مذاكر الكلام ده قال لنا الحكمة نوعين، حكمة أرضية نفسانية شيطانية، وفي حكمة تاني نازلة من فوق، حاجة تاني خالص. الحكمة النازلة من فوق هي ربنا يسوع المسيح نفسه، اللي يقتني الحكمة ليأخذ المسيح في حياته ما يقولش الكلام ده. هل الذي يقتني المسيح يزداد غما؟ حاشا لا، لكن اللي ياخد حكمة الدنيا يزداد غم. مش معنى كده ما تقراش، اقرأ بس جوه المسيح، تثقف جوه المسيح، خد اعلى شهادات في الدنيا بس ما تسيبش ايد ربنا يسوع المسيح، ساعتها مش اللي يزداد حكما يزداد غما. فتحة الحتة اللي بتلخبط الناس هنا مش مقصود بها الحكمة الروحية، الحكمة الروحية مفرحة جدا وهتقروها بعد كده، لكن الحكمة الارضية محزنة. ليه؟ لانها فعلا بتبص تلاقي مفيش حاجة تستاهل، مفيش حاجة تستاهل. عارفين زي ايه؟ زي اب وام يربوا ويتعبوا ويشقوا ويغلبوا ويسهروا واولادهم يسيبوه، قصة كل يوم، وكل واحد يتلهي في حياته ويعيش مشكلته وبالعافية يسأل على والده، مش توجع القلب؟ توجع طبعا. طب وبعدين؟ هذه حكمة الايام. طب يعمل ايه يعني في نفسه؟ يفرح بربنا، يفرح بربنا، هو اللي عاد له من الاول للاخر ربنا، لا عياله هيقعدوا له ولا اللي معاه هيقعد له، الحكايه مش كده. هو لو حاطط شبعه في ربنا مش هيستنى حاجه من العيال، ومش هيستنى حاجه من الزمن، مش هيستنى تقدير من الناس، كل ده مش هيبص له، فلن يزداد غما. لكن لو حاطط رجاءه في عياله، في فلوسه، في مركزه، في علاقاته، في صحته، يزداد غما. طبعا كل يوم بيأثر له العمر والصحة والعلاقات والبركة، مش كده؟ فهنا الذي يزداد في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا.